الاستزراع السمكي بطريقة الأقفاص العائمة على ساحل البحر الأحمر تقوم بها شركة أسماك تبوك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في مشروع شركة أسماك تبوك شمال مدينة ضباء في قرية المويلح على سواحل البحر الأحمر. نظام الاستزراع في شركة أسماك تبوك بنظام الأقفاص العائمة. الأقفاص العائمة في شركة أسماك تبوك عبارة عن حجمين، الحجم الأول بقطر القفص الواحد 60 متر، الأقفاص الصغيرة بحجم 40 متر. يتميز الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة بإمكانية إقامة المشاريع في القرى والمناطق الريفية، وأيضا الحفاظ على كمية المياه الجوفية دون هدر أي جزء من المياه الجوفية ومن المخزون في المملكة، ودقة التحكم في كثافة الأسماك وإنتاج أنواع جديدة، وسهولة عملية التداول وتقليل نسبة النفوق في الأقفاص العائمة، وسهولة أيضا عملية الحصاد وزيادة العائد في مزارع الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة نظرا لقلة تكاليف الإنتاج بشكل عام. قامت وزارة الزراعة متمثلة بإدارة المزارع السمكية بتطوير نظام وآلية العمل والإنتاج في المزارع السمكية. قامت أيضا وزارة الزراعة باستحداث نظام جديد وهو نظام الأمن الحيوي. القسم هذا يهدف إلى الحرص على سلامة المنتج ووصول المنتج النهائي إلى المستهلك، سواء كان المستهلك الداخلي أو الخارجي، بأفضل جودة ويكون سليم من الأمراض. دعمت وزارة الزراعة المستثمرين في نظام الأقفاص العائمة بتوفير أصناف وأنواع جديدة، منها سمكة الدنيس الأوروبي وسمكة البرامندي، القاروص الآسيوي وسمكة الصبيطي المتواجدة في الخليج العربي في البحر الأحمر، وبالتالي أن الوزارة حافظت على دخول أصناف جديدة في نظام الاستزراع السمكي. طبعاً الشباب الحين جالسين يصطادون السمك من الأقفاص العائمة لإعداد وجبة الغداء لنا إن شاء الله.
وناتي بصدد الحديث عن مشروع حضانه وتفريخ الاسماك الخاص بشركه اسماك تبوك. وتم انشاء المشروع بالتنسيق مع وزاره الزراعه بناء على احتياج المملكه من الاصبعيات الخاصه بمزارع الاسماك وبخاصه مزرعه شركه اسماك تبوك. والمشروع الهدف منه الحصول على اصبعيات بحجم ووزن مناسب علشان تنزل البحر تبدا في عمليه النمو. نظريه عمل المشروع بتقوم على تهيئه البيئه والجو المناسب لعمليه الحصول وتنميه الاصبعيات من حيث تجهيز المياه، من حيث الفلتره، التعقيم، ضبط درجه الحراره، ضبط درجه الملوحه، وبعد كده بيتم عمليه التغذيه والتسمين بسيستم خاص عشان توصلنا الى احسن اليه لعمليه التشغيل بحيث توفر في تكاليف التشغيل وفي نفس الوقت بتديني اعلى معدل للتحول الغذائي اللي هو تحول الغذاء الى لحوم خاصه بالاسماك.